صباح الخير. حوار اليوم مع عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني نزار زاكي. صباح الخير. يسعد صباحك، تحياتي لك وللمشاهدين جميعا. فلأبدأ مباشرة من زيارة الأمس إلى سوريا، هي يمكن الزيارة الأولى يلي بتصير لوفد درزي رفيع من بعد الزيارة الرسمية اللي صارت إلى دمشق. شو طلعتوا تعملوا بسوريا لدى الرئيس بشار الأسد بهذا الوفد الكبير يلي انتقل إلى هناك؟ نعم، في البداية وقبل الحديث عن الزيارة إلى سوريا، بحب أتوجه بالتعازي للشعب اللبناني عموما وللأمة الإسلامية خصوصا بوفاة رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، يلي كانت وصيته احفظوا لبنان يحفظكم الله. فعسى أن يتم العمل بهذه الوصية واعتبارها فعلا أساس يتم البناء عليه لأجل فعلا حفظ لبنان، لحتى الله يحفظنا، لأن الأيام القادمة والأيام الموجودة فيها هي أيام عصيبة وعصيبة جدا. نأمل هذا الواقع، نأمل أن يتم تداركها بالوعي ثم الوعي ثم الوعي. وبالنسبة لموضوع الزيارة، زيارة الأمير طلال أرسلان على رأس الوفد إلى سوريا، هي زيارة ليست بجديدة، فالعلاقة بسوريا هي علاقة تتجاوز الجغرافيا وتتجاوز التاريخ والاقتصاد، هي علاقة مبنية على علاقة بنيوية ما بين بلدين شقيقين، هي علاقة أيضا أخوية تجمع ما بين سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد والأمير طلال أرسلان. هذه العلاقة تدل على عمق العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وهي زيارة للمباركة بالنسبة لانتخابه على رأس الجمهورية السياسية، وللتأكيد على أن لبنان يتنفس من رئة سوريا وأن سوريا تتنفس من رئة لبنان. وأكدت هذه الزيارة على أن الرئيس الأسد مصمم على مد يد العون للبنان على الرغم من كل ما حدث ومن بعض أصوات النشاز التي راهنت على سقوط سوريا وعلى أن مسألة سقوط الأسد هي مسألة شهور أو أيام معدودة. فأتت التجربة لتثبت بأن فيها يعني مسامحنا فيها الرئيس بشار الأسد، مسامح اللبنانيين على أصوات النشاز اللي سميتها، مسامحنا فيها. موضوع السماح والمسامحة طبعا قلب الرئيس الأسد أكبر من النظر إلى بعض هذه الاعتبارات. نحن ننطلق من مصلحة لبنانية وصولا إلى مصلحة سورية عربية مشتركة، فنحن منطلقنا منطلق لبناني، ونجد أن ونرى ونؤكد أن مصلحة لبنان لا يمكن أن تتم ولا يعقل أن تتم أو تكون إلا من خلال علاقة سياسية أساسية وبنيوية مع الشقيقة سوريا. بس هذا الأمر أكيد. طبعا بغض النظر عن كل هذا الكلام، نعم، في رجعنا نسمع كلام يعيدنا إلى مرحلة سابقة، إلى مرحلة أنه نحن التبعيين للسوريين وليست العلاقات الأخوية، وسمعناه هذا الكلام، نعم، وأنه سوريا عتبانة بس بتسامح وقلبها كتير كبير، وأنه المرحلة الماضية نحن أذينا السوريين والسوريين مأذونا. يعني عم نشوف نوع من أنواع الخطاب يلي تعيدنا إلى ما قبل العام 2005 للأسف، وبتحسس يعني بتفتح النفور لدى طبقة من اللبنانيين، مجموعة منهم. نعم، هذه الطبقة من اللبنانيين يلي بحسوا بنفور من هذا الأمر. الواقع السياسي والاستراتيجي أثبت أنه لا يمكن للبنان الاستمرار من دون علاقة أساسية وبنيوية مع سوريا، والدليل أنه هيدو الأشخاص يلي بيحكوا عن هذا النوع من العلاقة المشوهة، إذا بدنا نسميها بهالإطار، عم نحكي هلأ حاليا باستجرار الكهرباء واستجرار الغاز من خلال الأراضي السورية. فإذا لم يكن هناك تفاهم ما بين هذين البلدين، كيف يمكن أن يكون هناك استقرار وإعادة إعمار للبنان؟ أساسية وبنيوية طبعاً وعلى قاعدة تفاهم، ولكن ليست تبعية. حتماً ليست تبعية، لأنه بالحوار أو بالخطاب السياسي اليوم مش عم بحكي عن حضرتك، ولكن عم بحكي عن كلام صدر بالساعات الماضية عن مقربين من حزب الله، عن من يدور بهذا الفلك، خطاب بخليك تحس بشيء من النفور والتبعية من جديد إلى النظام السوري، وهذا الأمر لا يقبل به مجمل اللبنانيين. المفروض نحن لا نقبل بتبعية ولا نقبل باختزال، ولكن هناك علاقات ندية،
علاقات أخوية، علاقات تاريخية، علاقات جغرافية، علاقات أهلية بتربط الأمير طلال أرسلان وأخوية بتربط الأمير طلال أرسلان بسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي عبر عنا بهذه الزيارة. إذا بدنا نعتبر أنه كل ما يصب في مصلحة لبنان يمكن أن يعتبر تبعية، فهذا الأمر مفهوم خاطئ وخاطئ جدا، لأنه علاقة سوريا تتدرج أول شيء من علاقة سوريا بلبنان. علاقة سوريا بلبنان رئيس الأسد صرح بشكل واضح وصريح أنه هو مستعد لمد يد العون للبنان على الرغم من بعض أصوات النشاز التي ظهرت، وهو قال أن الحقيقة اللبنانية أو الوجه الحقيقي للبنان تمثل أكثرية تقول بأنه يجب أن يكون هناك علاقات أساسية وعلاقات أخوية مع سوريا، وعدم فصل المسار، عدم فصل المسار اللبناني عن المسار السوري، عملا بمقولة رئيس حافظ الأسد شعب واحد في بلدين. فهو إذا معتبر هو من وجهة نظره الأمر بهذا الاتجاه ومستعد لمد يد العون، بيجينا أشخاص بيقولوا لا نحن ما بدنا مساعدة من سوريا لأن هذا الأمر يتضمن اختزال ويتضمن تبعية، هذا الكلام مرفوض وغير صحيح وغير دقيق. حتى لم يتحدثوا عن المساعدة باعتبار أنه تمت الأمور بين دولة لدولة عندما زار الوفد اللبناني الرسمي سوريا بالساعات الماضية، ولكن عم بيحكوا عن الخطاب لفريق السياسي إذا بدنا نقول يلي يبدو في هيك علامات استفهام حوله. وقبل ما كمل معك بالخطاب، شكل الوفد في الأمس يعني لم يكن فقط الأمير طلال أرسلان في هذا الوفد، كان هناك وأمهاب، كان هناك فيصل داود، ماذا يعني أكيد ماذا يعني هذا الوفد، هذا الأمر يعني الشكل يلي شفناه امبارح؟ نعم، هذا يعني أن هناك جبهة وطنية درزية، جبهة حقيقية وأساسية لها ثقل على الأرض تعبر عن الواقع الحقيقي وعن وجهة نظر الدروز الحقيقية فيما يرتبط بالعلاقة مع سوريا ومع رأس النظام السوري الذي يمثله سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، يلي أكد أيضا على أن المعركة الحقيقية هي معركة حماية العقول مما يستهدفها وهو إلغاء الهويات والتخلي عنها. فهل نحن أمام معركة إلغاء الهويات؟ هو يتحدث عن مفهوم أساسي ونحن منطالب فيه بلبنان يلي هو الحفاظ على الأقليات، وبيعتبر أنه حماية الأقليات تكون من خلال تشاركها وتعاونها وانسجامها واندماجها بالمجتمع الذي تكون فيه، وليس من خلال التقوقع أو التفرد أو الخوف من الآخر. فهذا الخطاب هو خطاب أيضا نحتاج إلى بلبنان وليس فقط إلى سوريا. موجه لوليد جنبلاط هذا الخطاب؟ ليس موجه إلى وليد جنبلاط، وبغض النظر عن موضوع وليد جنبلاط، نحن نختلف في السياسة مع وليد جنبلاط، ولقاء خلدي الأخير تم للملمة الخلاف ولاحتضان الشارع في الجبل ولإنهاء أي ذيول خلافات أو ذيول اختلافات ممكن أن تكون في الجبل، ولكن الاختلاف السياسي حق وواقع ومشروع. فنحن نختلف مع وليد جنبلاط فيما يختص بالملف السوري وفيما يختص بملفات أخرى، ولكن هذا الأمر لا يفسد الود قضية. هناك مصلحة لبنانية أساسية ننطلق منها هي الحفاظ على لبنان أولا، والحفاظ على الجبل ثانيا، والحفاظ على الطائف ثالثا، وكل هذه الحفاظات أو الحفاظ على هذه الأمور لا ليست ضمانتها، ضمانتها هو القيادات اللبنانية الحكيمة العاقلة المتعقلة في الخطاب وعدم الانجرار إلى خطابات يمكن أن تنفع في فترة زمنية معينة، ولكن العمق السوري هو عمق موجود، والعمق العربي هو عمق موجود، والعمق المقاوم هو عمق موجود، وكل من يتعمق في تاريخ الدروز وكل من يتعمق في تاريخ لبنان يجد بأن هذه الطائفة وهذا الوطن محكوم بأفضل علاقات ممكنة مع الجوار العربي، خاصة أن القضية الأساسية والمركزية هي القضية الفلسطينية. نحن ولا مرة حدنا عنها، ولا مرة بأيام الحرب العاتية التي كانت تتعرض لها سوريا كان خطاب الأمير طلال أرسلان إلا بأن سوريا سوف تنتصر وقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد سوف تنتصر وأننا إلى جانب سوريا في محنتها وفي الحرب الشعواء التي تتعرض لها. وأكد الأمير طلال أرسلان امبارح أنه انتصار سوريا في هذه الحرب التي تعرضت لها قضت على ما يسمى بالأحادية القطبية العالمية وسمحت للعالم بمتنفس آخر وبالانطلاق إلى خيارات أخرى، خيارات تتحدث عن الديمقراطية الحقيقية، تتحدث عن إمكانية إيجاد حلول،
من خلال الحفاظ على الأقليات وعلى المسار التاريخي وعلى العمق التاريخي وعلى الدور البنيوي الذي تلعب سوريا في الوطن العربي مثل ما بيلعب لبنان دور أساسي باعتباره جسر تواصل ما بين الشرق والغرب. فنحن مثل ما بنحكي بأفضل العلاقات مع سوريا، كمان بذات الوقت نحن بنحكي مع أفضل العلاقات مع الخليج العربي، وأن يكون لبنان هو جسر العبور والتواصل. والرئيس الأسد إضافة لهذا الموضوع أكد، وهذا الأمر ليس خافي على أحد، أنه يمكن بعض الأنظمة العربية والغربية تخجل علنا بأنه تقول أنه هي على اتصال وتواصل مع سوريا. تعيد العلاقات والتواصل مع سوريا من تحت الطاولة، من تحت الطاولة وبعلاقات وطلب أيضا لدخول في مسار الأعمار وفي مسار سياسي. الأيام القادمة سوف تثبته على الأرض لكي تكون سوريا تخدم المشروع اللبناني، وأن يكون لبنان يخدم المشروع السوري، وأن يكون المشروعان مترابطان لأجل خدمة مشروع عربي وطني فعلا يأمن الاستقرار والحماية للشعب في البلدين. علما أنه عندما نتحدث عن استفادة اللبنانية واستعداد الرئيس السوري بشار الأسد لمساعدة اللبنانيين ومد لبنان بالعون، بدنا نكون كمان واقعيين أنه سوريا تحتاج كانت إلى لبنان بهذه الفترة. رئة سوريا وعودة سوريا الطبيعية والتدريجية إلى الحياة الدبلوماسية، إلى كسر الحصار، إلى الاستثناءات الويفرز اللي دخلت بقانون قيصر، كانت بحاجة للبنان. يعني هي win-win situation للطرفين. صحيح، ممتاز. كرمال هيك ذكرنا أن لبنان يتنفس من رئة سوريا وأن سوريا تتنفس من رئة لبنان، وهاتان الدولتان المتجاورتان جغرافيا والمتصلتان تاريخيا، ويلي الشعب الموجود بين البلدين تربطه أواصر علاقة تاريخية. إضافة لها الأمر منلاحظ أي أزمة في لبنان تنعكس على سوريا، وأي أزمة في سوريا تنعكس على لبنان، وأي انفراج اقتصادي في سوريا ينعكس على لبنان، وأي انفراج اقتصادي في لبنان ينعكس على سوريا. فإذا هذا الأمر هو مسار ترابطي، مسار أساسي وموجود. حتما هي علاقة win-win situation بالعلاقة ما بين لبنان وسوريا، وهذا اللي بدنا إياه، لأنه هذا الأمر إذا انعكس فعلا على مساعدة شعوب البلدين يلي عم يتعرضوا لمرحلة سيئة وحرب اقتصادية شعواء عم نعاني منها حاليا، مثل مشهد طوابير البنزين. يعني لحتى وصلت لعندك أخذت ساعة عندي على كل محطة بنزين 10 دقائق أو ربع ساعة، صفوف وأرتال من المحروقات وذل بكل ما للكلمة من معنى. إذا أي متنفس يمكن أن يؤدي إلى ارتياح هذا الشعب اليائس البائس، منقول لا والله عم نحكي بتبعية، أو أصلا مين اللي حكى بتبعية، ومين اللي حكى باختزال فريق للآخر، ومين اللي حكى أنه نحن نرمي نفسنا في الحضن السوري ونبتعد عن الحضن اللبناني. نحن عم نحكي بمنطلق شكر من يتقدم بالمساعدة على المساعدة التي يقدمها، فهل هذا الأمر عيب؟ نحن بالأساس لا نخجل بالعلاقة مع سوريا، ولا يخجل أمير طلال أرسلان بأنه هو من أول يوم شنت فيها الحرب الكونية على سوريا قال أن سوريا باقية وأن نظام الأسد باق، وسوف يكون الانتصار على قوى الظلامية والاستعمار والاستكبار، وهذا الذي حصل فعليا. مشهدية امبارح كيف ستنعكس على العلاقة ما بينكم وبين وليد جنبلاط؟ هل رح تسوء العلاقة؟ هل رح تكون علاقة أكثر ودية؟ خصوصا أن وليد جنبلاط لم يبدي أي رد فعل تجاه مشهد امبارح. برجع بأكد على أنه نحن وليد بيك جنبلاط بتجمعنا علاقات أيضا هي أساسها الحفاظ على وحدة الجبل وعلى مصلحة الجبل وعلى مصلحة أهلينا وارتياحهم. بالنسبة لموضوع العلاقة مع سوريا، أمر غير خافي على أحد أننا لسنا على نفس الرأي مع وليد بيك جنبلاط في هذا الموضوع، فهذا الأمر لا يؤثر على العلاقة ما بين الاثنين. علما أن وليد بيك جنبلاط كان عنده بعض التعديل بالموقف والرؤية تجاه الواقع السوري تماماً. واعتراف بالمعادلة الجديدة القائمة في المنطقة تماماً. وهو يقرأ جيدا تماما. إضافة لهالموضوع أيضا ديفيد هيل بزيارته الأخيرة إلى لبنان أكد على أن المقاربة اللبنانية لما يجري في المنطقة سوف تكون مقاربة جديدة. أيضا وليد بيك جنبلاط كمان عم يحكي عن أن المقاربة التي سوف تجري في المنطقة هي مقاربة جديدة. التنسيق قائم ما بيننا وبين الحزب التقدم الاشتراكي فيما يختص بأمن وأمان الجبل. هناك خلاف وخلافات في أمور معينة لا تفسد للقضية، وألا بالنسبة لموضوع زيارة لسوريا هذا أمر ليس بجديد.
جديد، هيدا أمر نحن دائما بنقوم فيه. العلاقة ما بين الأمير طلال أرسلان والدكتور بشار الأسد هي علاقة قديمة جديدة، منذ سنوات وسنوات موجودة هذه العلاقة، فإذا هذا أمر ليس بجديد وليس بتبدل في المواقف. نحن طول عمرنا هذا موقفنا، طول عمرنا هذا خطنا، طول عمرنا هذه خطواتنا في سبيل كل ما يساعد لبنان. أيضا الرئيس الأسد أكد على أنه هناك مساحات شاسعة من الأراضي السورية جاهزة لأجل قيام مشاريع يمكن أن تخدم الشعب اللبناني. شو الإطار وشو الكيفية وكيف الطريق إلى أمر يبحث في مراحل لاحقة، وعودة النازحين وفي يستفيدوا منها بسوريا. الأراضي الشاسعة قد تفيد في عملية عودة النازحين على المدى القريب إذا كانت تريد سوريا أن يعود أبنائها إليها. هذا الأمر طبعا سوريا تريد أن يعود أبنائها إليها، بس هذا الأمر لا يسأل عنه النظام السوري، يسأل عنه المنظمات الدولية التي تقوم بمنح اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان مساعدات وأموال بالدولار ومساعدات غذائية. وأمر الآخر أنه هناك مساحات شاسعة ومحررة موجودة في سوريا وليس فيها مشاكل أمنية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة العودة، بس اللي يعرقل الدولة هي المنظمات الدولية بكل صراحة. يعني هن اللاجئين باستفتاءات واستبيانات تقام معهم، عم يصرحوا أنه إذا بتعطونا هاي المساعدة عند الوصول إلى سوريا نحن جاهزين للخروج من لبنان، ولكن عندما يخرج من لبنان إلى سوريا تسقط عنه صفة اللاجئ فبيبطل يستفيد من هذه الخدمات. فإذا هذا السؤال تسأل عنه المنظمات الدولية وتسأل عنه الدول التي تقول بأنه يجب على سوريا أن يبقى في لبنان السوري النازح، ولا يسأل عنه نظام دكتور بشار الأسد أو نظام السوري. دكتور نزار، نعم، شو سمعتوا كمان بالكواليس غير يلي تفضلتوا فيه ببيان الأمس من الرئيس السوري بشار الأسد عقب اللقاء، غير مساعدة لبنان وغير استعداده لمد لبنان بما يريد؟ نعم. والمساحات الشاسعة وكل هذا الكلام المعسول الجميل، غير هذا الكلام شو سمعتوا من الرئيس السوري؟ سمعنا من الرئيس السوري أن الانفتاح الوطني والقومي يحمي الأقليات وليس الانغلاق، وأنه سوف يساعد لبنان على قدر المستطاع، وعلى أنه هو ثابت على مواقفه فيما يختص بالصراع الموجود والحرب الكونية المقامة على سوريا، وعلى أنه كل السبل والأبواب المفتوحة في الاستراتيجية بغض النظر عن الأمور الشخصية الضيقة هي جاهزة لأجل إيجاد حلول وليس الانغلاق والبقاء في مستنقعات الجهل ومستنقعات الخطاب والخطاب المضاد. فإذا كان هذا النظام جاهز لمساعدة لبنان وقادر على مساعدة لبنان، وتم ترجمة هذا الخطاب بخطوات عملية عملانية من خلال لقاءات تشاورية وزارية نيابية بغض النظر عن ما هي التسمية، وأدت إلى انفراجات على الساحة اللبنانية والسورية، هل يمكن لعاقل أن يرفض هذا الأمر؟ هل يمكن لعاقل أن يرفض هذا الأمر؟ إذا أجا شخص أنت كنت بحاجة لمساعدة وقدم لك للمساعدة، هل بتشكره ولا بتقول له عم تدلني فيها للمساعدة؟ في البعض أول شيء خلينا نبحث في إطارة قبل البحث في أمر آخر. بهذا الموضوع أنه الرئيس بشار الأسد بحاجة لأنه يساعد السوريين في الداخل السوري لأنه هنالك معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة يتحدث عنها أهالي سوريا، فكمان بعدنا عم نحكي عن الوين سيتويشن. بس بهذا الموضوع شو هي الوين وين سيتويشن؟ يعني إذا رئيس سوريا بشار الأسد بده يساعد باستشجار الطاقة أو الغاز عن طريق سوريا إلى لبنان، أي مكسب وربح له أو للشعب السوري؟ حكى أيضا على هذا الموضوع بالتعاون ما بين شباب البلدين في سبيل إقامة مشاريع يمكن أن تخدم البلدين. فإذا هي مش بس نحن عم نطلع المساعدة من سوريا، أيضا سوريا تطلب العقول اللبنانية والأشخاص القادرين على قيام مشاريع تؤدي إلى قيامة البلدين اقتصاديا وإجتماعيا. بإطار إعادة الأعمار يعني؟ بإطار إعادة الأعمار طبعا، مشاركة بإطار إعادة الأعمار مثل ما حكينا سرا وعلنا من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة. هناك أنظمة ودول تذهب وتحج إلى سوريا لأجل المشاركة في إعادة الأعمار ولأجل إعادة قيامة علاقات دبلوماسية وسياسية مع سوريا ومشاريع مشتركة. فإذا هل عيب على اللبناني أن يذهب إلى سوريا ويقول أنا وقفت إلى جانب
سوريا في أيام الشدة والمحنة، فإذا اليوم يجب أن نتعاون لأجل إخراج البلدين من هذه المستنقعات. سكة الحديد اللي كانت تقيمها سوريا ما بين دول عربية من لبنان وقفت قبل الحرب السورية، هذا أمر يؤدي إلى انتعاش البلدين بظل أزمة البنزين والمحروقات اللي عم نشوفها حاليا. لو في هيك مشروع مشترك يخدم سوريا ويخدم لبنان، أوقفته الحرب العبثية والحرب الإجرامية اللي حدثت في سوريا واللي أدت إلى انعكاسات سياسية سيئة جدا في لبنان. يعني بس نطلع على سعر البنزين دائما نقارن، بس يحكوا عن تهريب، ما هو سعر المحروقات في سوريا وما هو سعر المحروقات في لبنان؟ السعر في لبنان أرخص من السعر في سوريا، يتم التهريب من لبنان إلى سوريا، صحيح؟ إذا كان السعر في سوريا أرخص من لبنان يتم التهريب من سوريا إلى لبنان. فإذا العلاقة ما بين البلدين هي علاقة أساسية، وإيقاف خط التهريب هو أمر كمان أساسي وضروري، بس كمان يجب أن يكون هناك علاقات دبلوماسية سياسية أساسية بمشاريع إنتاجية ما بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى مساعدة شعوب هذين البلدين بكل بساطة. نقطتين، نقطة أيضا بموضوع الشكل، هل هذا يؤدي إلى ولادة جبهة جديدة اليوم درزية هي جبهة طلال أرسلان، الأمير طلال أرسلان وئام وهاب والأفرقاء الآخرين، وهذه الجبهة تؤسس الانتخابات النيابية المقبلة؟ هيدي أول نقطة لو سمحت بدي جواب عنها. والنقطة الثانية تتعلق بالنفط الإيراني والقول أنه سيدخل عن طريق بنياس السورية، وما هو الموقف السوري من هذا الموضوع؟ نعم، أول شيء بالنسبة للجبهة، تشكيل جبهة جديدة، هذه الجبهة قائمة منذ قبل الحرب السورية، بس تزعزعت بمرحلة معينة، كان في خلافات أحيانا بين أركان هذه الجبهة. الخلاف على سوريا، نحن كنا بعز دين الداخلي، انا عم بقول اذا هذه الجبهه سرح يكون عندها انعكاس على موضوع الانتخابات النيابيه وولاده حلف بينكم بالمرحله المقبله. نعم، اول شيء فيما يختص بالاختلافات اللي كانت موجوده داخل هذه الجبهه او ما يعبر عنه لقاء خلدي، كانت اختلافات وليست خلافات، كانت مبنيه على امور خاصه ليس لها علاقه بالعلاقه مع سوريا ومع النظام السوري. كانت هذه القيادات الدرزية متفقة على أمر أساسي، وهو أنه لا يمكن للبنان إلا أن يكون على أفضل العلاقات مع سوريا ومع النظام السوري، فها ما كان موضوع خلافي، كان موضوع متفق عليه ما بين هذه القيادات الدرزية. إضافة لها الأمر، هذه القيادات بما تشكل من ثقل اجتماعي وثقل تاريخي وثقل سياسي موجود في لبنان وثقل شعبي أيضا عبر عنه الأعداد الموجودة التي تعبر عن حقيقة الدروز، لأنه هناك عمق درزي للبنانيين، ما في ولا عائلة لبنانية إلا هناك علاقات قربة وعلاقات اجتماعية بتربطها مع القرى السورية بجبل العرب وبالسويدة وبالمناطق السورية. إضافة لهذا الموضوع، طبعا هناك بالانتخابات النيابية القادمة سوف يكون هناك تنسيق، هذا لقاء خلدي موجود. تنسيق أو حلف؟ أول شيء بعد بكير لنحكي بالانتخابات، نأمل أن يكون حلف، هو يبدأ بتنسيق و بالمبدأ سوف يكون هناك حلف سياسي، بس نترك هذا الأمر للانتخابات النيابية يلي نحن نؤكد ونصر على أن تكون هذه الانتخابات قائمة. بالنسبة لموضوع النفط الإيراني ودخوله من خلال بنياس، يعني هذا بلش من خلال السفينة الإيرانية التي كسرت 3 حصارات. أول شيء كسرت الحصار على إيران من خلال شراء المازوت من إيران، وكسر الحصار على سوريا من خلال دخول هذا المازوت على الأراضي السورية أو من خلال الأراضي السورية، وكسر الحصار على لبنان من خلال المشاكل اللي عم نعاني منها حاليا على محطات البنزين والسوق السوداء يلي صار بعض الشعب، يعني ما بدي سميه لبناني، الشعب الذي يستغل الأزمة اللبنانية، هو تاجر جالون ماسك هالجالون وبارم فيه بيطلع بالسعر بمئة ألف بسعر لك يا بمئتين وخمسين والعوز والفقر كمان يلي وصلت الدولة اللبنانية للمواطن عم بتخليه يروح بكل الاتجاهات من أجل تأمين القليل من لقمة عيشه. هذا الأمر لا يبرر إطلاقا، هو طبعا لا يبرر، ولكن هذه حالة قائمة، كل ما يزيد الفقر كل ما تزيد هذه الحالات، وحضرتك بتعرف الترابط القائم بيناتهم. صحيح، بس أيضا جزء كبير من الأشخاص اللي عم بيتاجروا بالجالونات ليسوا بفقراء. لا أنا عم بحكي عن الجزء الفقير، مش عم بحكي عن الجزء يلي متاجر بمليون لتر وأربع مليون لتر. الجزء الفقير يلي ماسك جالون وعم يخلطه بمواد معينة، حكى عنا كمان فادي بوشخرة بالنسبة لموضوع المحروقات، وهذا الأمر يؤدي إلى أضرار بسيارات الأشخاص بس ليستفيد من الفرق العملة، يعني فرق 100 ألف ولا 50 ألف، هذا يعتبر كمان أمر جريمة، يعني جريمة يعاقب عليها القانون، أنا عم بحكيك كرجل قانون. إضافة لهالموضوع، ما فيك أن تبني ريحتك على مصائب غيرك،
يعني ما في المواطن اللبناني نحط عنده سياسة أنه إذا جعت سروق، يعني هذا أمر غير مقبول. أيضا هذا الأمر يجب أن يحتاج إلى وقف الضمير عند المسؤولين اللبنانيين لحتى يشوفوا فعلا هذا الشعب المشحر المعتر يلي عم يوقف على طوابير الذل، أكان على البنزين أو على المازوت أو على الغاز أو على الخبز أو على الأدوية، أنه فعلا يلاقوا حل. ما تسأل وأن عن الضمير. لو في ضمير ما كان الله يرحمه. الله يرحم، الله يرحم الضمير. خليني ارجع على نقطة النفط الإيراني، نعم، واللي كنت عم تتفضل فيه عن إمكانية أن يريح الداخل وكسر الحصار على ثلاث مراحل. صحيح، على ثلاث دول. نعم، عم بحكي أنه موضوع النفط الإيراني فعلا أنه هناك مشكلة كانت موجودة في لبنان، أنه في عنا عدة أسعار لسعر صرف الدولار. في عنا سعر رسمي 1500، وفي عنا سعر منصة 3900 عم ينحكى أنه نهار الخميس ممكن يصير 8000 بعده ضمن إطار الأقاويل، مع أنه كل ما عم يطلع سعر المنصة كل ما عم بتربل الدولار، يعني عم بيزيد التضخم، عم بيزيد التضخم، عم تضخ كتلة نقدية كبيرة بالبلد. إضافة لهالموضوع في عنا سعر 8000، وفي عنا سعر تبع هلق حاليا بالنسبة لموضوع الدعم على البنزين والمازوت يلي ما حل الأزمة، بعدنا عم نشوف طوابير الذل موجودة على محطات البنزين ومحطات المازوت، ويقال أنه مازوت ما فيه مدعوم كمان في لبنان، علما أنه حتى لو رفع الدعم يقال أنه لن تحل الأزمة لأنه الاعتمادات مرتبطة بشكل مباشر بحاكم مصرف لبنان، وليس هنالك تحرير للسوق، هنالك يمكن تحرير للدولار بس مش للسوق. فيمكن يجب محاكمة الحاكم والمتحكم بهذه الأزمة الاقتصادية واللي أساسها سياسي موجود في لبنان. يمكن حان الوقت لهذا الأمر، يمكن حان الوقت لهذا الأمر. وكل المدافعين واللي عم يحكوا أنه هذا الواقع الموجود وهناك شخص قادر على إدارة الأزمات وقادر على تمرير الأزمة وقادر على ما بعرف شو، في هناك أسعار مختلفة للدولار، حكينا بال1500 وبال3900 وبال8000 وبال12000 بالبنوك وبال16000 تبع الأدوية وبال18500 بالسعر الرسمي وبالحد الأدنى للأجور يلي وصل لحوالي ما يقل عن 40 دولار. فإذا السياسات النقدية منفردا؟ ليس منفردا، بس هناك أوركسترا حاكمة، سياسات نقدية. نعم. السياسات النقدية لا يهندسها شخص واحد، تهندسها طبقة. نعم، كرمال هالشي كمان الأمير طلال أرسلان كان دائما ينادي أن النظام اللبناني هو نظام قونا الفساد ونظام شرعا الفساد، فإذا المشكلة هي في النظام وليست مشكلة في الأشخاص، بس هذا ما بيعني أنه هذه الأشخاص ما كان لهم دور في المسؤولية التي وصلنا إليها. سأل أي لبناني موجود في لبنان أو افتح مواقع التواصل الاجتماعي واطلع على كل تعميم عم بيصير شو عم بيؤدي لمشاكل ومصايب بالشعب اللبناني. يعني بس حكينا برفع الدعم، ليش ما نرفع الدعم بس كان سعر صرف الدولار 5000 ولا 6000 لحتى يكون سعر صفيحة البنزين أقل من ما هي عليه حاليا 130 ألف؟ ليش ما صار بوقتها؟ ليش كنا عم ندعم أدوية مثلا، أو عفوا مش أدوية، ممتاز دعم الأدوية، لازم يصير دعم الأدوية، ليش ما كان عم يندعم الخبز والمازوت والسكر مثلا والطحين؟ ليش؟ ليش كان عم يندعم عندي محارم الكلينكس؟ ليش كان عم يندعم عندي جبنة أوروبية؟ ليش كان عم يندعم عندي سومو ليش؟ يعني عن جد وصلنا بيحكوك المسبب الاحتياطي الالزامي، شو هالسياسة الدعم يلي كانت عم تعتمد على كماليات. بس وزير الاقتصاد كان عارف وهو بالمساهمة مع مصرف لبنان أصدر هذه الورقة، ورقة الدعم الأولى يلي صارت أيام حكومة حسن دياب أول ما انفجرت الأزمة بشكل كبير، يعني كانوا عارفين هن طلعوا اللائحة ومن بعده صاروا يزموا بهذه اللائحة شوي شوي توصلنا لرفع كل الدعم. ومن قال أن هناك غطاء على أحد؟ كل حدا مسؤول بهذا الموضوع وبالأسباب والنتائج التي أوصلت الشعب اللبناني إلى هذه المرحلة وهذا الدرك السيء والسيء جدا يجب أن يتحاسب كل على قدر مسؤوليته. فإذا إذا طلع في عندي تعميم، مين المسؤول عنه؟ مين اللي عمله؟ مين اللي وافق عليه؟ طبعا تتدرج المسؤوليات، المخطط يختلف عن المنفذ والمنفذ يختلف عن المسهل والموافق. فإذا لا غطاء على أحد، كل حدا وصل الشعب اللبناني لهون ووصل الأزمة اللبنانية لهون ومشى الناس بطوابير الذل يجب أن يذل في محاكمة عادلة يكون فيها العدل أساس الملك وليس السياسي هي أساس التملك والتسلط واختيار أو قولبة القانون بهدف مساعدة السياسيين. يعني أنا بقول لك مثلا شو هالوضع الاقتصادي والسياسي الموجود بلبنان حاليا يلي ما حدا عم يفهمه. يعني كان على موضوع مثلا الملف القضائي، في عنا أضراب محامين مستمر من شهر أيار لحاليا، المحامين لا يذهبون إلى المحاكم، إضافة له أضراب الموظفين في القطاعات الرسمية، بتروح على الإدارات الرسمية ما فيها موظفين،
بتروح على محطات البنزين، محطات مسكرة، والمحطات التانية طوابير ظل طويلة عريضة من ألفها إلى ياها. بتروح على الصيدلية، الأدوية منقطعة وعم نبحث عن جينيريك وعن أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة في محلات معينة يمكن أن تؤثر سلبيا على أوضاع المواطنين اللبنانيين. بتطلع على سعر الدولار، صار الشعب اللبناني أول ما يوعى بدل الصباح الخير قديش سعر الدولار. مش مفروض علينا بقى نحدد أي شكل من أشكال الدولة نريد، نحدد إلى أين ستكون وجهتنا؟ هل نحن بمحور الممانعة نتحمل كل هذا الذي نتحمله؟ أم نحن بمحور آخر ولابد من الذهاب إليه؟ الدولة مش نحن مش عارفين نحن وين، نحن شو عم نعمل، نحن متلقى ضربات، هذا كل شيء عم بيصير فينا. صحيح. رغم هالشيء بعد ما جاوبنا على موضوع النفط الإيراني بشكل واضح. النفط الإيراني، بالنسبة لموضوع النفط الإيراني، طبعا النفط الإيراني يعني استكمالا للجواب، فإذا إذا كان هناك كل هذه المشاكل والمصائب، إذا كان هناك ثغرة معينة ونور في نهاية هذا النفق من خلال النفط الإيراني الذي يمكن أن يدخل إلى لبنان بالليرة اللبنانية، سيدخل؟ سيدخل. وافق من هذا الموضوع؟ سيد يعني سمحت سيد حسن نصر الله قال أنه سيدخل، وأنا على ثقة بأنه كلامه محق وأنه صاحب الوعد الصادق، فهو صادق بالنسبة لهذا الموضوع. والنفط الإيراني بس سيدخل. في فرق بين أنه يدخل بأشكال ملتوية ويدخل بشكل واضح. أول شيء خلي يدخل ونرجع نحكي ملتوي ولا واضح، يعني هو سوف يدخل بشكل إذا بده يدخل بشكل ملتوي يعني ملتوي. عن طريق هيك تهريب، عن طريق الحدود، ونحن هربنا النفط إلى لبنان، هذا موضوع. وإذا بده يدخل بعلم الدولة ومعرفة الدولة وبالأقنية الرسمية، هذا بكلفنا كمان غالب ظرف هذه العقوبات اللي عم بتصير. يعني في حالتين مش واضحين لطريقة دخول النفط الإيراني إلى لبنان والتوجه، هل نريد أقحام الدولة بمزيد من الانهيار أو نريد تجنيب الدولة هذا الانهيار وبالتالي لن نستعمل القنوات الرسمية؟ نعم. أيضا بالنسبة لموضوع الطرق الملتوية، سمح السيد حسن نصر الله صرح علنا وجهارا أن الباخرة الإيرانية قد انطلقت، يعني بحرب تموز بالحرب العسكرية التي كانت قائمة قال انظروا إليها تحترق، بالأزمة الاقتصادية والحرب الاقتصادية التي يشنها لبنان قال انظروا إليها تنطلق فيما يختص بالباخرة الإيرانية. فإذا الموضوع لا يتحدث لا عن طرق ملتوية ولا عن تهريب، يتحدث بشكل واضح وصريح على أن الباخرات أو البواخر الإيرانية سوف تدخل محملة بالمازوت لأجل مساعدة الشعب اللبناني من خلال طرق رسمية. أيضا كل الأشخاص بس هي علما يلي هن بيقولوا أنه هن ضد السياسة الإيرانية في لبنان، جزء كبير منهم خرجوا من كتل نيابية بسبب قولهم بشكل واضح بما يفكر فيه الشعب، أنه نحن مع دخول المازوت الإيراني أو مازوت من أي مكان كان لأجل مساعدة الشعب اللبناني، وهذا الأمر دفع ثمنه سياسيا. والمنطق السياسي اللبناني، اسأل أي مواطن لبناني موجود بالشارع مدلول على محطة بنزين، قل له أنت مع دخول مازوت إيراني، بخلك مع دخول مازوت إيراني أو أفغاني أو عراقي أو اللي هو كان لأجل إخراجه من هالمشكلة. بس هيدا اللي عم ضد المحور المقاومة. ما بدنا مزيد من العقوبات علينا، ما بدنا مزيد من الحصار، كسرنا الحصار فليكون، ولكن مش رح ندفع، ما بدنا ندفع ثمن إضافي بهذا الموضوع. كمان بما أنك أنت عم تحكي قبل ما نروح على الفاصل، التضارب بالمعلومات حول هذه السفن، هذا شكل من أشكال ما بعرف الالتواء بالخبرية، أنه عندك وكالات أنباء بتقلك وصلت على المياه الإقليمية السورية، وكالات أنباء بتقلك بعدها بالبحر الأحمر وما عم تقطع البحر الأحمر، نعم. وكالات بتقلك بعد ما مشيت من أساساتها، يعني حضرتك تعرف التراكرز اللي بيقوموا بملاحقة ومتابعة، صحيح. بيقولوا لك في وحدة مشيت على قارب البحر الأحمر واثنين بعدهم على السواحل الإيرانية، نعم. يعني حتى بهذا الموضوع في شكل من أشكال عدم الثقة من وصول الباخرة انطلاقا منها ثلاث نقاط اللي عدت لك إياهن. بجواب مختصر، الجواب سوف يكون من خلال دخول المازوت الإيراني إلى لبنان، هذا الجواب الواضح والصريح. وإضافة لموضوع العقوبات الاقتصادية وأنه نحن بحصار اقتصادي، بعد الحديث عن هذه البواخر صار في عنا الحديث من خلال السفارة الأمريكية عن الكهرباء الأردنية والغاز المصري والمساعدة الأمريكية للبنان، فهذه الباخرة ساهمت في بفك الحصار أو المازوت الإيراني ولم يؤدي إلى المزيد من الحصار. وأيضا بهالموضوع حتى على السياسة الدولية وتبدل الخطاب، في عنا العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وفي عنا أيضا الاتصال اللي صار ما بين الرئيس ماكرون وبين الرئيس رئيس إيران، أيضا بأجل البحث عن سياسة جديدة في المنطقة وعن سياسة أيضا تخدم لبنان من أجل أن تساهم
فرنسا وإيران، وحتى أن يسهل حزب الله تشكيل حكومة في لبنان. فإذا من يتحدث عن أنه حصار وهذا الأمر يؤدي إلى دمار والمزيد من الإفقار للشعب اللبناني، هذا الأمر السياسة الدولية بتقول لك أنه هذا الأمر غير صحيح. بموضوع أن يسهل حزب الله عملية التشكيل، يعني هنالك اعتراف بأن حزب الله هو جزء من المشكلة، سأناقش هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. جزء من الشعب اللبناني. لا طبعا، بس هو جزء من المشكلة الحكومية القائمة. بعد الفاصل منناقش هذا الموضوع. نعم. عودة إلى حوار اليوم. نزار زاكي، حزب الله قلت لي هو جزء من الشعب اللبناني. نعم. هذا شيء أكيد وطبيعي وما في خلاف عليه، ولكن هو أيضا جزء من المشكلة الحكومية. توافق هذا القول انطلاقا من ما تفضل فيه امبارح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال أنه فلنضغط مع حزب الله باتجاه التشكيل؟ هون بهالحالة خلينا نجاوب بجواب سهل. يعني دائما حزب الله هو مسهل لتشكيل الحكومة. يعني أي حدا عم يحكي عن عرقلة، خلينا نسأل وين العرقلة، بشو حزب الله يعرقل لحتى فيني جاوب على هذا السؤال. في حال ما في شيء واضح أين يعرقل حزب الله، هذا سؤال من دون جواب، لأنه ليس هناك مشكلة أصلا لكي يتم حلها. يعني المطلوب أن يضغط حزب الله لدى حلفائه، أي التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ورئيس مجلس النواب، ما بعرف قد ايه بيمون على رئيس مجلس النواب، بس فلنعتبر رئيس مجلس النواب، من أجل الوصول إلى قواعد حكومية مشتركة، وبالتالي المشكلة لديهم وليست لدى فريق الرئيس نجيب ميقاتي. المشكلة هو مساعد في الحل وليس سبب في المشكلة. من هذه الناحية بالسؤال اللي سألته هناك الجواب، إذا كان حزب الله يضغط على حلفائه لأجل تشكيل الحكومة، فإذا هو جزء من الحل وليس سبب للمشكلة. طب يضغط على حلفائه، بيتمسكوا حلفائه بالثلث الضامن؟ موضوع الثلث الضامن أكد فخامة رئيس الجمهورية أنه غير متمسك بالثلث الضامن، بس بيقولوا لك بالممارسة الأمر غير. يقولوا اللي بدهم إياه. رئيس الجمهورية يقول أنه غير متمسك بالثلث الضامن. لما يطلع حدا يقول أنه السبب الأساسي لعدم تشكيل الحكومة هو تمسك بثلث ضامن، ساعتها لكل حديث حديث. أيضا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان ليس هناك سبيل للبنان إلا بالانفتاح على الخارج. فإذا رئيس الجمهورية بهذه الحالة يقوم بدوره بصلاحيات دستورية أعطاها له الدستور، وموضوع تشكيل الحكومة دستوريا ما بين رئيس الجمهورية وما بين رئيس الحكومة، وكل يمارس حقه الدستوري. وإن شاء الله إذا كان الرئيس عون لا يريد الثلث الضامن ومسهل لعملية التشكيل، هنالك من قبل الرئيس عون يضع العراقيل، هذا الشخص بالنسبة لكتار هو جبران باسيل. نعم. رئيس التيار الوطني الحر اللي رح تقول لي هلا يقول لا يريد المشاركة. صحيح. ويسهل حتى النهاية. طيب إذا الكل بده يسهل والكل ما بده يشارك والكل مترفع، وين المشكلة؟ المشكلة عند سعد الحريري، يعني عند نادي رؤساء الحكومات، عند مين المشكلة؟ أيضا هناك اتصال دائم بين رئيس الحريري وبين الرئيس ميقاتي، وهذا الأمر ليس خافي على أحد. هناك مشاكل داخلية تؤدي إلى إفشال تشكيل الحكومة، هناك وضع خارجي يجب على السياسيين اللبنانيين المحترمين بين قوسين يعني البعض، استغلال الوضع الخارجي لأجل تشكيل الحكومة ببساطة. أي وضع خارجي؟ الوضع الخارجي، كل الدول تقول أنه يجب قيام حكومة قادرة في لبنان. كل السياسة العربية، أعطيت الضوء الأخضر الإيرانية، السورية، أعطيت الضوء الأخضر هذه الدول. امبارح في تغريدة لافتة لجميل السيد مساء يتحدث فيها عن اتصالات عم بتصير، حتى الأمريكان دخلوا على خط هذه الاتصالات من أجل الحث على تشكيل حكومة. طيب. ويجزم قائلا أنه خلال 48 ساعة سيكون للبنان حكومة وأن الأمور وصلت إلى خواتيمة. يعني جميل السيد بهذا الظرف يتحدث عن خواتيم بوقت ما عاد حدا يسترجع يقول في خواتيم، لأنه كل ما نقول في خواتيم نرجع للنقطة الصفر. صحيح صحيح. أول شيء أتمنى أن يتم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، بس خليني أحكي أنا وياك منطق بغض النظر عن أي سياسة. إذا في عندي حكومة حاليا سعر صفيحة البنزين حوالي 130 ألف ليرة، أوكي، وعم نحكي أنه بنهاية أيلول سوف يتم رفع الدعم بالكامل، بالمنطق عم نحكي، هل من مصلحة حكومة، أي حكومة كانت أو رئيس حكومة، أن يقوم بتشكيل الحكومة قبل رفع الدعم ولا بعد رفع الدعم؟ يعني أول ما ينرفع الدعم، إذا أجت شكلت الحكومة بكرة وصدرت المراسيم تبعها، وبآخر أيلول أول ما فاتت الحكومة أول دخوله شمع طوله 130 ألف ل 350 ألف، يعني مفروض ننطر ينرفع الدعم كليا تيجى المنقذ نجيب ميقاتي. خليني كفي لك، في حال وصل الدعم 350 ألف رفع الدعم ورجعت شكلت حكومة تاني يوم، سبب تشكيل الحكومة سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار.
بسبب انخفاض سعر الدولار، راح ينزل من 350 ألف لحوالي 280-300 ألف. طب بس مش هي زيتها المنقذ، يعني اليوم مش هي زيتها، إذا رفع الدعم بحكومة نجيب ميقاتي وإجت حكومة نجيب ميقاتي ونزل الدولار، يعني رجعنا على نفس الباز. بس بالمبدأ بدل ما يدخل أول دخوله على الحكومة ارتفع سعر المحروقات من سعر 130 ألف ل 350 ألف، بصير عم ينزل من 350 ألف ل 280 ألف ببساطة. فيعتبر أول دخوله قيام بإنجاز تخفيض الدولار، سعر الدولار يعني. والأمر الآخر هو موضوع صفيحة البنزين. مشان هيك اليوم في كلام على أنه الدعم لن يستمر حتى نهاية الشهر كما قيل سابقا، وأنه الحد الأقصى سيكون منتصف أيلول. أنا من الأساس من حوالي 6 شهور حكيت أنه المشكلة الأساسية في لبنان سوف تكون من أيلول 2021 لأيار 2022 يلي هي موعد الانتخابات النيابية. وكل اللي عم تسمعه عن حديث سياسي ومعارك سياسية وخطابات سياسية هي ترتبط بموضوع الاستحقاقات النيابية والاستحقاقات الرئاسية. صحيح، البعض يربط الموضوع اللبناني بانفراجاته. صحيح، الانفراجات تؤدي إلى تخفيف حالة التشنج في الداخل اللبناني. صحيح، كلما اقترب رفع الدعم كلما اقترب تشكيل الحكومة. رأي خاص يعني، بالتالي تاريخ اللي عم بنوضع اليوم 15 أيلول رفع الدعم مقرون بسرعة أو رغبة بتشكيل سريع للحكومة، لأنه إذا بتطلع على البنك الدولي شو طلب؟ تحرير سعر صرف العملة. مزبوط، تحقق له ما أراد، كل شيء تحقق. فإذا رئيس الحكومة اللي عم يجي بده يجي يخلون كل ما طلب من صندوق النقد الدولي موضوع على الطاولة. رفع الدعم تم رفع الدعم، تحرير أسعار السلع تم تحريره، تحرير سعر الصرف تم تحرير أسعار الصرف. وإضافة لهالموضوع كل البيئة السياسية اللبنانية جاهزة لكي نجلس على طاولة التفاهم وأنه نتفاهم مع صندوق النقد. أي حقائب الحزب الديمقراطي اللبناني، أي حقيبة حسمت لكم؟ رح يكون في تمثيل ولكن بأي شكل؟ عم تقول لك كانت في 3 حقائب. نعم، يتم التداول فيها. نعم، خلينا نترك هذا الموضوع لتشكيل الحكومة. بس تطلع مراسيم تشكيل الحكومة ببين شو هي التشوه. ما في تعرض من قبلكم؟ يعني لن يكون هنالك مشكلة أبداً. ما عندكم مطلب محدد لن تتنازلوا عنه بأي شكل؟ تمثيلنا بالحجم السياسي والشعب الذي نمثله، هذا المطلوب منا. وكل ما يسهل تشكيل هذه الحكومة ورفع المعاناة عن الشعب اللبناني أهلا وسهلا فيه. أبدا حتما لسنا معرقلين، بالعكس ولا مرة كنا معرقلين إطلاقا. كنا عم نحكي عن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودوره. نعم، الأساسي بعملية التشكيل. نعم، وأنه سألتك إذا كان هو من المعرقلين. في امبارح كلام لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مباشر بحق رئيس الجمهورية ومباشر بحق حزب الله. أكثر من ذلك ذهب إلى سؤال الشيعة في نعم، في لبنان عن خياراتهم وعن إذا ما كان هذا الذي يريدونه. كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان مقرون بمقالات ومعلومات. نعم، صحفية قبل أيام بهجوم على حزب الله. نعم نعم نعم. بالجواب على هذا الموضوع بدي هيك انطلق على أمر آخر. يعني شو بدي بهالكلام؟ خلينا نحكي بهاي قصة قصيرة يعني عن حكيم ليس بحكيم. أوكي. قام بدعم رجل اسمه الصقر يلعب دور الفقر ويقوم بتخزين كميات من البنزين والمازوت والمحروقات في الجحر، ومن ثم ينادي انه الكل وصلونا للفقر. يعني يسمح لنا فيها، اذا عم نطلع عم نحكي عن الاحتكار. الكلام شيء حلو، الكلام كثير حلو، الكلام كل الاشخاص مسؤولين عن الازمه ومسؤولين عن المشكله، بس خلينا نطلع مين اللي عم يقوم بالاحتكار، مين اللي عم يساهم بالدمار. اخر شيء طلعوا لنا انه 80% من الاسمده الزراعيه قام باحتكارها. يعني هلا المسؤول غير المسؤول يعني هو عم يحق. يعني هلا لقيته، هلا لقيته شيء تهتوا في القوات اللبنانيه اليوم، لقيته خبريه ابراهيم الصقر. اذا عندكم حدا من الحزب الديمقراطي اللبناني فرضا كشف انه محتكر او لديه مازوت وبنزين والى ما هنالك، يعني انتم مسؤولين عن اللي قام فيه هذا الانسان؟ اعطيتك نموذج بسيط هلا هونيك. لم يكن هناك تفرقه طائفيه فيما يختص بجرائم الحرب يلي طلع فيها كمان قانون عفو. ما بدي فوت بها، بس بدنا نرجع دائما الى الحرب وما تم والقانون العفو. انه في تاريخ حديث للبنان نعيش، الجميع كان مشارك بالحرب والكل كان عنده ايد. نعم، بهذه الحرب. نعم، اول شيء يعني يا من هد سمير جعجع بالحرب يا من هد سمير جعجع مؤخرا بابراهيم الصقر. نحن ما عم نهته بشيء، نحن عم نجاوبه بس فقط لغير. يعني نحن مش عم نهاجمه، نحن عم نجاوبه. هو اللي عم ينطلق عم يحط الأزمة في مكان ما وعم يحكي أنه سبب الأزمة هو شخص معين وعم يحصرها بفريق سياسي واحد، علما أنه أنا عم أكد لك أن النظام اللبناني الذي شرعا الفساد
وشرعا هؤلاء الأشخاص المتحكمين برقاب الناس بالقانون هن اللي سببوا هذا الفساد، والكل مشارك في منظومة الفساد بشكل أو بآخر. بس إذا بدنا نحصر المسؤولية في فريق سياسي واحد هذا الأمر خاطئ، والقوات اللبنانية كانت مشاركة في الحكومة، والتفاهم اللي صار كمان ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو الذي ساهم بالتسوية الرئاسية، وهو اللي ساهم بوصول وزراء من القوات إلى الدولة اللبنانية، وهؤلاء الوزراء بالقوات كانوا موجودين على طاولة مجلس الوزراء وما شفنا هالمشاريع التي أنقذت بس لبنان. بس في ندم لدى الدكتور جعجع بأنه أوصل رئيس عون إلى سدة الرئاسة وعبر عنه لهذا الندم بشكل مباشر، أنه اللحظة اللي وصل فيها الرئيس عون كانت جميلة ولكن في من بعدها تداعيات عم ندفع ثمنها اليوم. هيدا الموضوع عنده. أنا بكفيني عم خلك أنه شخص مسؤول قواتي يطلع على الإعلام بشكل واضح أنه يجب منع التهريب إلى سوريا، كان مهربهم بالجحر اللي عنده، يعني مثل ما قلت لك صقر يلعب دور الفأر، يقوم بوضع المحروقات في الجحر ثم ينادي بمشكلة الفقر وهو سبب أساسي فيها. كتبت وكتبت عليها. الله يخليك. هذا واقع للأسف، يعني مثل ما حكيت هلأ بالنسبة لموضوع الشعر، هذه الخطابات نعتبرها بمنطلق الشعر والمبالغة، أما الأزمة في مكان والسياسيين يتقذفون المسؤوليات ويرمون المسؤولية في مكان، بس هنالك جرأة جزء في المشكلة. بدنا نعترف هنالك جرأة لدى الدكتور سمير جعجع بموضوع حزب الله بمخاطبة جمهور حزب الله بشكل مباشر وقبل مخاطبة الأمين العام لحزب الله، يطرح نفسه سمير جعجع اليوم كمشروع أساسي بوجه مشروع حزب الله وبدغدغ الشارع المسيحي، ننكر هذا الشيء؟ صوت الصارخ في البرية مين رد عليه؟ شو بدي بالصوت الصارخ في البرية؟ صوته له بجمهور المقاومة مين رد عليه؟ خطابه مين قري؟ هيدا جواب. بس خطابه لدى شريحة كبيرة من المسيحيين مسموع، لأنه في شريحة بتعتبر أنه حزب الله يتحمل المسؤولية كاملة عما وصلنا إليه اليوم. وما الحل؟ عند هودي اللي عم بيقولوا أن حزب الله قد أوصلنا إلى هذه المشاكل التي نعاني منها، ما الحل؟ ما في أسهل من طرح الفيدرالية اللامركزية كلها اليوم قوانين ومشاريع باتت يحكى عنها بشكل عادي من دون تابو. ليس هناك حل بانحلال لبنان وانحلال التجربة اللبنانية، والكرسي حتى الفاتيكاني يقول أن هناك أزمة في لبنان ويجب تشكيل الحكومة، أزمة وصلت إلى كل أصقاع العالم، والسياسيين بعض الملهيين بتقاذف الاتهامات وبخطابات مثل ما قلت تجييش شوارع معينة لأجل حسابات انتخابية، بس الحل مفقود وعم بيصرخ بالزاوية. بس الكل عم بيجيش شارعه، يعني سمير جعجع يلعب ورقة حزب الله، التيار الوطني الحر يلعب ورقة حقوق المسيحيين، حزب الله يلعب ورقة الحصار، المستقبل يلعب ورقة الصلاحيات، يعني الكل ما شاء الله مستنفر على الحقوق وتجيش الشوارع، واللعب عم بيصير على حافة الهاوية بانزلاق الوطن اللبناني. كل هالمشاكل النقدية إن شاء الله ما تؤدي إلى مشاكل أمنية على الأرض. ترى مشاكل أمنية بالمرحلة المقبلة؟ أتمنى أن لا يكون هناك مشاكل أمنية، يعني حصرية وجود السلاح بيد فريق واحد في لبنان يعني بتحمي لبنان من أي خطر أمني ممكن أن يتهدده باشتباكات داخلية بلبنان، فهذا الأمر يمكن البعض بيعتبروه أمر سيء وعم ينحكى فيه بورقة تفاهم أيضا أنه أن يكون السلاح الوحيد هو بيد الجيش اللبناني، السلاح المقاوم طالما أن هناك احتلال وطالما أن هناك وجود إسرائيلي هذا أمر ضروري، وعدم وجود سلاح في يد الأفرقاء الآخرين والأحزاب الأخرى أنا برأيي ما بيؤدي بيحمي لبنان من حدوث أي مشاكل أمنية أو بس بعيداً عن سلاح المقاومة اللي ما بدنا نقشك فيه لأنه في كتير وجهات نظر سوسي بربطه بالصراع مع إسرائيل وتحرير فلسطين وكل هيدي المشاريع يلي ما بعد ليش نحن بدنا نكون جزء منها، بس هون عم بتقلي ما في سلاح غير مكان، لا في سلاح، في عرضات عسكرية صح. في سلاح موجود حتى بالمنازل لدى المواطنين صح. وفي سلاح لدى أحزاب لبنانية كثيرة، يعني حصرية السلاح اللي عم تحكي عنها فرضية بس منها قائمة، فإذا مشاكل أمنية فردية لن تؤدي إلى حرب داخلية أكيد طبعا، الفقر أكيد والعوز رح يؤدي لمشاكل أمنية بس رح تكون متفرقة ومحصورة بمناطق معينة ولن تؤدي إلى إشعال الشارع اللبناني ككل. هذا حتى أيار يعني حتى مع الانتخابات حتى أيار، بس بتخاف هون من التيار الوطني الحر بحال بينا بهذه الحال من الجمود أن يذهب منفردا إلى استقالات من مجلس النواب كما يهدد؟ أيضا أمر مطروح، أيضا مطروح جديا هذا الموضوع، يترك الجواب للتيار الوطني الحر ولرئيس التيار مش تهديد يعني فقط لغير. أنا برأيي طالما طرح الموضوع فإذا هو موضوع جدي ويجب أن يبحث جديا،
شو المكسب يعني قد وشو يكون هنالك الخسارة، انتخابات نتأمل. قبل أيار؟ لا أكيد لا، أصلا شو حتى بحال الاستقالة؟ متفقين على القانون ليصير في انتخابات؟ إذا مش عم نحط متفقين العربي قبل الحصان. في قانون قائم بحد ذاته اليوم هو نافذ على أساسه تجرى الانتخابات النيابية. ممتاز، وهناك مشاكل في القانون النافذ بالنسبة لموضوع البطاقة الممغنطة وبالنسبة لموضوع الاقتراع في الدول في الخارج. هيدا فينا أمر نحط القانون. البطاقة الممغنطة على جنب، الاقتراع على الدول ممتاز. بالخارج تحتاج إلى مجلس نيابي لبحث هذه الثغرات. فإذا إذا لتحل هذه الثغرات بدك تحكي بقانون بعد ما صارت. فإذا لحد الآن ليس هناك اتفاق على قانون يعني أو على تعديل القانون الحالي. يعني إذا استقالت الوطني الحر بيكون عم بيفتح باب لمشكلة إضافية وليس لتسهيل الحلول كما يريد. التيار الوطني الحر بالمنطق الإصلاحي والتغييري اللي بيحكي فيه، إذا كان أي خطوة بيخذها إذا كانت استقالة يجب أن تكون بمنطق الإصلاح والتغيير لخدمة لبنان، وإذا كانت البقاء لأجل بقاء لبنان والحفاظ على لبنان تأرجع بالعنوان تبعه. إذا بس بده يأخذ الإصلاح والتغيير، فالخطوة اللي بده يأخذها يجب أن تصب في مصلحة لبنان. بس هو هذا عنوان سقط يقال، يعني يقولوا اللي من, من, من الإصلاح والتغيير. إحنا على لبنان القوي، لبنان القوي سقط وبيت لبنان الضعيف، والتغيير والإصلاح صاروا بخبر كان. لبنان دائما قوي، لبنان دائما قوي، لبنان قوي بشعبه، لبنان قوي بتاريخه، لبنان قوي بمؤسساته، لبنان قوي هو طائر الفينيق الذي سوف ينهض من رماد هذه الأزمات، نأمل أن يكون عاجلا وليس آجلا. بس لبنان يبقى، مر كتير على لبنان ولبنان سيبقى، حتما سيبقى. أرجع معك من وين ما بلشنا هذه الحلقة نختم فيها. نعم. كان موضوع الطاقة والاستجرار نعم. الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا، منن حلول جذرية للأزمة نعم. اللبنانية. صح. في نفط عراقي واصل إلى لبنان، سيصل تباعا، مش مفروض مبارح، ويصل تباعا إلى لبنان، بيؤدي لتبقى ساعات التغذية مثل ما هي، لأن احنا كهرباء لبنان ما بقى عندها فيول، يعني عم بتمشي حالة تكنا وصلنا ليوصل النفط العراقي ويتوزع على معامل التغذية. يعني احنا بقى بمعدل تغذية 4 إلى 5 ساعات بالنهار. الكهرباء من الأردن شو بتعمل والغاز من مصر شو بيعمل؟ مظبوط. فإذا الأمر يقسم إلى شقين، موضوع الكهرباء الأردنية وموضوع الغاز المصري. بموضوع الكهرباء الأردنية، إذا تم تسريع وتوقيع الاتفاقات، يعني الاجتماع اللي حيصير الأربعاء بعد يومين، تم تسريع الآلية، يمكن استجرارها خلال حوالي شهر أو أكثر بشوي من مدة شهر. فإذا أمر سريع. بس هلق هي تحول عبر سوريا إلى محطة تكسارة يلي هي مربوطة بشبكة درعا، فإذا تمر بالأراضي السورية. والشبكة بدنا نشوف شو وضعها بعد الحرب هنا. الشبكة أكتر بالنسبة لموضوع الغاز المصري أكتر من موضوع، يعني موضوع الكهرباء محلول نوعا ما، أهون بكتير من موضوع الغاز. يعني موضوع الكهرباء أهون من موضوع الغاز، لأنه أول شيء سوف يتم تحويله عبر الأراضي السورية من الأردن إلى درعا إلى محطة تكسارة يلي هي قدرتها التشغيلية من 270 ل 300 ميجاوات تقريبا، يعني ساعتين كهرباء تقريبا، يعني تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونص كهرباء. صحيح صحيح. فإذا هذا الأمر أسهل تقريبا. موضوع الغاز المصري في عندك مسار نظري أيضا وفي عندك مسار عملي. المسار النظري إذا تم تسريع كمال المفاوضات، هذا الأمر بياخد فترة طويلة تمتد إلى أكثر من 5 أشهر هون، لأنه في عندك أنبوب حوالي طوله 1200 كيلومتر، فإذا مساحة شاسعة، بدك تشوف شو الأضرار الموجودة على الأرض لتشوف إذا قادرين على هذا على هذه المسألة. إضافة لهذا الموضوع على دير عمار كمان الساعة تبعه حوالي 450 ل 500 كيلو وات، يعني بيعطي كمان حوالي 4 ساعات إضافية زيادة عن اللي عم بيعطيهم كمان مثل ما قلت النفط العراقي. بس في عندك كمان عقبات، منها مثلا صيغة الاتفاق كيف بدها تصير، شو البدل المالي اللي بدها تاخده سوريا، موضوع طول خط الأنبوب بدك تشوف شو اللي بخربان، شو اللي بحاجة لصيانة. وإضافة لهالموضوع في عندك موضوع البواخر التركية يلي رح تخرج الخدمة بنهاية نهاية السنة يلي هي بتعطي كمان من 200 ل 250 ميجاوات. بالتالي هال 200 ل 250 ميجاوات إذا صاروا برات الشبكة رح يكون في الكهرباء الأردنية. صح. يعني بنبقى بمعدل تغذية كهرباء تقريبا بنهار 6 إلى 8 ساعات بحد أقصى، وإذا صلحنا الأعطال بنروح ل9 ساعات، لأن في أعطال موجودة وأقرت لها ميزانية لحلها، ما بعرف بالضبط هذا الكلام تمام. يعني عندنا 10 ساعات كهرباء تقريبا كحد تماما أقصى. تمام بالآلية الموجودة حاليا. صحيح. بس المعيب بالموضوع أنه مثلا عم نقول أنه هناك بالأردن فائض في إنتاج الطاقة بسبب استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات البديلة، ليش ما بينبحث بلبنان بمشروع استعمال سدود ولا استغلال طاقة الرياح ولا طاقة المياه يلي في مشاريع موجودة بالدولة اللبنانية لهالمسألة، أو الاستفادة من الطاقة الشمسية لأجل تكوين مش فائض طاقة، شيء يكفي المواطن جزء معين من الطاقة. يعني الأردن فائض الإنتاج بسبب الطاقة البديلة، ليش ما بنحكي بمشاريع طاقة بديلة بلبنان؟ ليش؟
يمكن بدنا نحكي كيف بدنا نجيب اول شيء الطاقه، نأمن طاقه ادنى حد طاقه لنبلش بعدين نحكي بطاقه بديله وتوزيع للأسف. هذا الطاقه للأسف. على للأسف. للأسف. اللبنانيين. للأسف. انا وقتي خلص معك، شكرا لك دكتور نزار زاكي عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني على هذا الحضور، نعم. وان شاء الله بيكون عندنا لقاءات اخرى. بيبقى شكر للمشاهدين على المتابعه، الى اللقاء. شكرا لك.